ومعكم الشيخة عزيزة من مراكش ملقبة بزعزع، الشيخة ديال العيطة الحوزية. الأصل الغنى ديالي هو العيطة الحوزية. المسار ديالي دوزتو في مراكش، من بعد مشيت لكازا، من بعد ظروف عائلية جلست ما بقيتش خدمت، ولا رجعت تاني للميدان. الوالد ديالي هو أحمد طويل ملقب ملك الكمال، شيخ حوزي، ومعروف وكيعرفوا فنانة كبار، الأستاذ حجيب والأستاذ ستاتي. الحوزية أنا باش بديت خدمت مع فنانة كبار ديال العيطة، كاينة مخلوفية الله يرحمها، وبزاف ديال العياطات ديال الحوزي، كاين اللي باقا اعتزلات، كاين اللي سميتو، ولكن هادوك الناس دوزت معاهم تجربة، وتجربة ديال بصح. دروكا ما بقاش انا كنسمع العيطه الحوزيه، وكان يا ريت يكون يتجدد هذاك الشيء، ويا ريت ينوض هذاك الشيء. خاص شويه ديال العوين، وخاص اسمه باش يتجدد، مع كيف تجدد المرساوي، وكيف جددوا حال الاستاذ حجيب، وهذا شرف. خاص حتى الحوزي تا هو راه مغربي، تا هو خاصو يتجبد. تنسى كاينه موجه ديال الشيخات، كاينه موجه دابا ديال الشيخات، بزاف ديال الاسماء وبزاف ديال السميتو، ولكن ما كاينش نوفو، ما كاينش مستوى. كنخدموا في ملاهي ليليه، ما بقاش مهرجانات، ما بقاش اللي كيسول في سميتو مهرجان، والملاهي الليليه من طبيعه الحال كيخدموا فيهم فنانين كبار، تيجيو تيديروا سهرات، واللي بحد اللي محترم راسو راه محترم راسو. انا ماشي ضد اي وحده، ولا عندي مشكل مع اي وحده، انا سكت بزاف، ولكن ضرني خاطري حين سمعت كلام على الشيخات تيهضروا. الشيخات كاين بزاف ما مشاو، الشيخات اللي كانوا مشاو، ما بقاوش شيخات صراحه، ما بقاوش الناس الشيخات ديال العيطه، ما بقاوش الشيخات اللي يحترموا الناس، ما بقاوش الشيخات تراكاو مساكن قاعدين والكلام عليهم من فوق راسهم. هادشي اللي جاني انا شرف، كنطلب منهم يحيدوا داكشي، ماشي يودون داكشي دون مستوى بيناتهم، هما فنانات كبار ما يطيحوش لهذاك المستوى. واحد النهار غادي تلاقاو في مهرجان، غادي تلاقاو في سهره، غادي تلاقاو وبحال ما كاين والو. احسن من الاحسن ما يطيحوش لهذاك المستوى بيناتهم، وهما في شي حاجه كبيره. وكنقول للجمهور ديالي، عندي لقاء مع هدى النشطه، فن في الفن العيطه، كنتمنى تشوفوا ان شاء الله وتحضروا معنا في هذه السهره. وكنشكر كاع اللي بغاني، وكاع اللي شكرني، وكاع اللي ذكرني الخير ولا بالزين، انا كنشكر كلشي ومع كلشي. بالنسبه للشيخه تراكس، الراقصه تراكس ماشي شيخه، هي فنانه في ميدانها، اعطات في هذاك الشيء ديالها، الله يعاونها الله يسهل عليها، ولكن ما عندهاش علاقه بالعيطه، وما عندهاش علاقه بالتشيخ. الشيخه تراكس انا ماشي ضدها، ولا ماشي بيني وبينها شي مشكل، ما بيني وبينها غير الخير والاحسان. كنهضر انا بطريقه فنيه، كنهضر على الفن ما عندهاش علاقه بداكشي كندير انا، ما عندهاش به علاقه، وما غاديش تعرف ليه، ما غاديش تحفظو دروك، واخا كاع تبغي تحفظو ما تحفظ ليه. ماشي هي خاصها تكون عندها مؤخره، ولا تكون غليظه، ولا تكون شيخه بالصوت، والشيخه بداكشي اللي حافظه من العيوط ديالها، اما حوزي، اما مرساوي، اما شي حاجه ديالها هي، ولا ماشي ضروري تكون انها غليظه، ولا ضروري انها تشطح، ولا واخا دابا الشطيح، انا ماشي ضد الشطيح، الشطيح راه كلشي ولا كيشطح، ما عندهم كاع علاقه بالفن وكيشطحوا، ماشي عيب، ولكن غير باسم سميت انك واحد تقول لك هي شيخه وهي ما شيخاش، انا ما عجبتنيش. كنوجه كلمه للاستاذ روماني، بغيت نشتغل معاه ومع شركه ديال على الانتاج ديال شركه عربيكا ايفنت اللي انا معاهم، وحس لي الشرف الا كان هو معنا.